قياس الضغط اللي هو الارتريال بلاد بريشر. احنا اغلبنا يعرف شلون يقيس الضغط او مقياس للضغط، واكثر الاجهزه اللي نستخدمها هو جهاز الضغط الزئبقي. طبعا يتكون من عده مكونات، اللي هو الجزء الاول الرباط المطاطي او نسميه انفلاتابل كاف، هذا اللي ينربط حول الذراع او على الشريان اللي راح نقيس بيه الضغط. الجزء الثاني المقياس، هذا اللي تظهر بيه درجة أو مقدار الضغط. زائد عندنا المفروض عندنا هنا هذه الاستيثوسكوب أو السماعة اللي نربطها تحت الجهاز الرباط المطاطي، والقسم الجهة الثانية هنا نخليها بالأذن. هي 3 مراحل، اللي هي أولا احنا المفروض نسد صمام لهذا الصمام، نسده نغلقه زين، ونبدي ننفخ نضغط بهذا المنفاخ، هذا يسمونه المنفاخ، نبدأ نضغط به إلى أن يمتلئ الأنبوب المطاطي هذا، إلى أن يمتلئ بالهواء. تقريبا نوصل أكثر من 120 ملليمتر زئبق زين، بحيث هنا راح يصير ضغط على الشريان، راح ينغلق الشريان. هنا بهذه الحالة ما راح نسمع أي صوت يظهر بالسماعة اللي خالينها بالأذن. الخطوة الثانية نبدأ نفتح هذا الصمام حتى نفرغ الهواء اللي موجود بالانفلاتابل كاف، حتى شنو يبدي يخف الضغط. فإلى أن يوصل لل120 راح يبدي يظهر عندي صوت، أسمع أصوات تظهر هنا أنا بهذه الحالة من يخف الضغط على الشريان. إلى أن يوصل لل80 فهنا راح يختفي الصوت اللي دا أسمعه نهائيا. فهنا أنا شبدي أسجل الدرجة أو الرقم اللي يظهر به الصوت، وأسجل الدرجة اللي يختفي بها الأصوات اللي دا أسمعها. الصوت الأول اللي هو 120 هذا نسميه الضغط الانقباضي، وال80 اللي هو الضغط الانبساطي. هذا يوضح لك الخطوات اللي شرحناها قبل شوي. هذا رسومات توضح لنا الخطوات اللي سويناها زين. هذه هنا الضغط اللي على الشريان في حالة أقل من 80 ملليمتر زئبق، هذه بعد ما يزيد الضغط من 80 إلى 120. تشوفون هنا الضغط راح يكون على الشريان، فيصير عندي صعوبة بتدفق الدم بالشريان. هنا الشكل الثالث هذا يوضح لي لما يكون دار ضغط الدم أكثر من 120 ملليمتر زئبق، فهنا ينغلق الشريان نهائيا، فيصير عندي صعوبة بتدفق الدم بالشريان. هذا الشكل أيضا يوضح لي الأمور اللي تتعلق بعملية قياس ضغط الدم. هنا المفروض الشخص يكون يعني تكون قعدته أو وضعيته تكون مريحة زين، ولازم نتأكد إنه ماكو ملابس تضغط على أعلى الذراع، يعني هذه المنطقة المفروض مسترخية، ماكو ملابس ضيقة تضغط عليها، لأنه راح تعطيني قياسات خطأ بالنسبة للضغط. هنا هذا نفس الشيء يوضح لك إنه الستيثوسكوب لازم تكون على الشريان، فوق الشريان زين. الخطوة الثالثة أو الملاحظة الثالثة، الزئبق أو العمود اللي يحتوي على الزئبق هنا لازم يكون بشكل عمودي. فهنا يوضح لك الضغط الأول أو الصوت الأول اللي راح نسمعه يمثل لي السيستوليك براجر، بينما من يختفي الصوت يمثل الدايستوليك براجر. عندنا ضغط الدم يتنظم بعدة عوامل، هذه العوامل أما تكون عوامل عصبية، يعني الإعازات العصبية اللي توصل من الأوتونوميك نيرفوس سيستم اللي هو السمباثيتك والباراسمباثيتك، أو هيومورال أو خلطية نسميها هرمونال، يعتمد على الهرمونات، مثل هرمون يعتمد على الهرمونات اللي تنفرز من الكلية، يعتمد على الرنين والأنجيوتنسين، هاي راح ناخذها بالجهاز البولي. فهذه الأمور أو هذه المركبات أو هذه الهرمونات تأثر على ضغط الدم بالنسبة للضغط الدم الشرياني. أكو عدة عوامل طبعاً، بس إحنا كل ساعة نأخذهن من جهة. بشكل عام الميكانيكيات اللي تأثر أو اللي تنظم ضغط الدم، أكو ميكانيزم نسميها fast acting reflexes اللي هي المنعكسات السريعة أو الوقتية، وأكو long term mechanism اللي هي الميكانيكيات طويلة المدى. شو أقصد بيها؟ الفاستنج اكتنج ريفلكسز او المنعكسات السريعه او الانيه
يعني هذه يعتمد ضغط الدم على أمور وقتية، يعني مثلا يعتمد على كمية الدم اللي تنضخ بالدقيقة الواحدة آنيا، يعني يأثر على الضغط الآني، مو يضغط مثلا كمية الدم اللي يفرزها أو اللي يضخها القلب بالدقيقة الواحدة بهذه الدقيقة الحالية الآنية راح تأثر على ضغط الدم باكر. لا مو هيك شيء، تأثر على ضغط الدم الآني. زين، وهذه الأمور اللي تأثر على ضغط الدم الآني هي الكاردياك أوتبوت اللي تتضمن ستروك فوليوم والبريفرال ريفرنس عفوا ريزيستنس الهارت ريت، هذه كلها تأثر على ضغط الدم الحالي أو الآني. وأكو ميكانيزم تأثر على ضغط الدم على المدى الطويل أو المدى البعيد اللي تتضمن تنظيم ضغط حجم الدم بالجسم. أكيد يعني أنا حجم الدم اللي هسه أنا دا موجود بجسمي يأثر لي على ضغط الدم مثلا لفترة أشهر لي قدام. مثلا إذا أنا عندي ضغط، عندي دم ضمن المستوى الطبيعي، فأنا ضغط الدم مالتي أو عفوا إذا عندي حجم دم طبيعي، مستوى الدم اللي عندي أنا إحنا قلنا تقريبا 4 إلى 5 ألتار. زين، فهنا ضغط الدم ممكن يبقى طبيعي لفترة أشهر أو سنين، لكن إذا صار عندي ارتفاع في مستوى حجم الدم بالجسم، صار عندي مثلا زيادة بالدم وصلت إلى 6 أو 7 ألتار بجسمي، وهذه تكون نسبة أعلى من النسبة الطبيعية، فبالتالي ضغط الدم هنا راح يبقى أشهر أو سنين هو مرتفع إلى أن أنزل حجم الدم يبقى طبيعي. يلا زين، فهذا نسميها ميكانيكيات تأثر على المدى الطويل. أيضا ضغط الدم ممكن أنه يتنظم عن طريق مراكز او شو اقول عليها اريا موجوده بالدماغ، اللي هي شنو هي؟ اكو مركز نسميه فازو موتور سنتر، زين، او نسميه بريجر اريا، هذا ياثر عليه او يسيطر عليه سمباثيتك فايبر. واكو كاردياك انهبيتوري سنتر اللي هو مركز تثبيط القلب، هذا موجود او يسيطر عليه الباراسمباثيتك فايبر، لذلك السمباثيتك يسبب لي زيادة بالهارت ريت والباراسمباثيتك يسبب لي انخفاض. عندنا أيضا تنظيم الأتريال أو الأرتريال بلاد بريشر يعتمد على المديولا أو الكارديا كنترول سنتر المديولا أوبلينجاتا. إذا كانت الإعازات العصبية تسبب لي كارديو أكسلريتر أو تأثر تحفز لي الكارديو أكسلريتر سنتر بالبرين، فراح يعطي إعازات للسمباثيتك نيرفوس فايبر. زين، اما اذا كانت الاعازات العصبيه اللي تنشا او تتكون بالكاردياك كنترول سنترز راح تسبب او تحفز لي كاردياك انهبيتوري سنتر، يعني مراكز تثبيط للقلب، فراح هذه المراكز راح ترسل اعازاتها للباراسمباثيتك نيرفس فايبر، وبالتالي الباراسمباثيتك راح يرسل اعازاتها للقلب يسبب تثبيط او قله في معدل القلب حتى يخفض لي مستوى ضغط الدم.